التحية تتجدد بحضراتكم مشاهدين الكرام. شوط ينتهي وشوط يبدأ من الجديد ليحمل قوة المنافسة في صباح هذا اليوم ضمن هذه الشارة، شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه، المقدم لهذه الشارة في صباح هذا اليوم في جميع الميادين دولة الإمارات. ينطلق شوطنا أيضا الخامس في تعداد أشواطي هذا اليوم والمخصص بالإبكار، نتابع الصدارة والمركز الأول اللي يأتينا على مقدمة هذا الشوط. شعار اللي هو مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة اللي ياتي على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، ياتينا شعار محمد بن مبارك بن مرخان الاكتبي يقدم لنا الجزيرة على مقدمة هذا الشوط، بينما الانتقال هي للمركز الثاني. وأشوف هنا الفايز سيبر محمد بن ضاحي الرميثي اللي يأتي على المركز الثاني، بينما الانتقال هي للمركز الثالث الواصلة هنا سوقة أحمد بن محمد بن عبيد بن المهيري اللي يأتي على المركز الثالث، بينما رابع التحديات اللي تتقدم بكل قوة في هذه الانطلاقة الجميلة صبا سهيل بن عبيد بن ميع السبوسي. هكذا هي النتيجة للأسماء المنطلقة في هذا الشوط، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الفايز 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 اللي انطلقت إلى الصدارة لسيبر محمد بن ضاحي الرميثي. سلام يا بن ضاحي سلام، ما شاء الله وتبارك الله، لحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني أصبح من نصيب الجزيرة محمد بن مبارك مرخان. المركز الثالث المركز الثالث اللي أتت فيه مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه التحديات الجميلة مشاهدينا الكرام اللي أتت في المركز الثالث. المركز الثالث على ما أعتقد سوقة لأحمد بن محمد بن عبيد المهيري. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز الأولى، عودة إلى التهنئة والناموس إلى مالك الفايز. دقيقتين 16 ثانية، تهانينا لسيف بن محمد بن سيف بن ضاحي الرميثي، تهانينا على هذا الفوز وعلى انتصار الفايز التي قدمت النهاية السعيدة التي أبهرتنا بها مع اللحظات النهائية والخطوط النهائية، فتهانينا والناموس لبن ضاحي على امتلاكه